كل من دعمنا من وسائل الاعلام وحتى من فعاليات المجتمع المدني، كما لكل الوقفة بيان. فبياننا اليوم لثلاثة دون جنبير 2022 استمرارا لمسيرتها النضالية التي انطلقت في مثل هذا اليوم سنة 2016 بملفها المطلبي الذي تم تقديمه الى جميع الجهات. اليوم اللي هو اليوم العالمي الاشخاص في وضعية اعاقة اللي كيصادف الثالث من ذو جنبير من كل سنة، اليوم 3 ذو جنبير 2022، ولكن للاسف الشديد باقي اشخاص في وضعية اعاقة في المغرب مهضوم الحقوق نتاعهم. الناس الدول غير الدول المجاورة لحدانا خارجين باش يحتفلوا بهذا اليوم، ولكن حنايا اليوم ما خارجينش باش نحتفلوا، خارجين باش نناضلوا، لان الحقوق ديالنا باقا مهضومة من 2016 وحنا كنناضلوا، باقي ما شلنا والو من هذه الحكومة، لا من الحكومات السابقة ولا من الحكومة. خرجنا باش نناضلوا لأن بسط الحقوق نتاعنا مهضومة، لا بطاقة، هذه البطاقة الوزارية اللي مصادق عليها في قبة البرلمان أكثر من 22 سنة باقي ما خرجت حاجة الوجود، لا منحة شعرية باش يعيش المعاق بكرامة، حتى الإطار القانون إطار 397 اللي خرج في الجريدة الرسمية وتصادق عليه في قبة البرلمان باقي لحد الساعة مجرد حبر على ورق. خرجنا باش نقولوا لهاد الدولة أو لهاد الحكومة كفى من هاد المبالات اللي كتعاملوا معاها في هاد الأشخاص في وضعية إعاقة. راه أشخاص في وضعية إعاقة أكثر من 3 المليون اللي كاينة في المغرب، راه باقيين الحقوق ديالهم مهضومة، ما عندهم حتى حق، حتى أبسط الحقوق ما عندنا حتى شي حق في هاد البلاد، وخارجين كناضلوا ومازال غادي نناضلوا حتى غادي ناخذوا الحق ديالنا، لأن ما ضاع حق وراءه مطالب. عينا خويا من تواصلوا، عينا من حطوا الملف المطلبي، عندنا ملف مطلبي متفق ومشاور عليه وطنيا، وضعنا قبة البرلمان بمجلسيه، ودعنا الوزارة المعنية، ودعنا لعدة ولايات وعملات المملكة، ولكن لا حياة لهم ولا تنادي. دائما كنلقاو الأذن الصماء. أنا عييت ما نهضر، عييت ما نعبر، فاليوم غنقول غير حاجة وحدة، لا حنا معاكم، حنا ما جايين لا نغوصوا لا حتى حاجة. علاش؟ احتراما للمنتخب الوطني، زعما حنا فرحانين حنا كاملين. وخير داني الصوان الخطروز ديال المعاقين اللي فرحوا، فغنقول كلمة وحدة، حنا راه هنا تتنفسوا معاكم، شوفوا من حالنا لا غير.